استغفر الله، شو هالاخت اللي عندي؟ اولاد دير بالك عليها، شوف شو بدها، لعبها ضحكها، شو دخلني؟ الو، مرحبا مجد، انا اسعد. معقول ابن حمال ميال كرانه بيحكي معي رجل الاعمال اسعد شلبي؟ هذا كان زمان، انا الدادة حارس الاولاد والمربي اسعد شلبي. منيح والله، تركت التجاره وصرت مربي. بعد ما راح الصبي من ايد ميار صار كل يوم يجيب بنته معه على المكتب عشان ما تضيع كمان، وانا المسؤول عن تلعيبها وترفيهها واكلها وشربها. ان شاء الله تكون اخر المصايب، واذا لا سمح الله راحت بنت من ايده كمان وقتها شو راح يعمل؟ شو دخلني؟ سابي شو ما بده. صحيح انت وينك؟ وانت شو دخلك؟ لك انا ما قلت لك لبقى تحكي معي بهاللهجه هي ولا؟ ها؟ الله يسامحك، شو سبيتك؟ انا بس عم بسألك وين انت؟ إيه لا تسأل، وما دخلك وين انا؟ شبك ليش عصبت؟ كنت بدي اقول لك انه اليوم حابب شوفك نتعشى سوا وبعدها بنلعب بلياردو. بحكي معك بعدين. مرحبا. في عندك ضيوف؟ مرحبا. يلا خلاص رح اسكر. يا ربي شو صاير لهالزلمه هاد؟ والله ما عاد فهمت عليه شيء، شوي معصب شوي مروق، شو صاير له؟ بس ما اكون عطلتك عن مكالمتك. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ مستعد اترك الدنيا كلها كرمال اصلي. انت غالي علي، مو حي الله حدا. شو نعمل هلا؟ في كافيتيريا هون، تروحي نقعد فيها؟ ماشي. ايه والله موبايله مسكر. ليكو هون سمير، هذا عدنان يمكن بده يبيع السيارة. هاتي لشو. الو، اهلا وسهلا عدنان، ماشي الحال؟ جابت 1.5 مليون. شو بس ضريبة؟ شو اخي؟ ايه صحيح، لكن خصومي اللي بيطلع علي في ضريبة كمان. خلص موافق، بيع السيارة. عطيني بدي احكي معه. طيب ماشي. لا مو ماشي، هات لأفهم منه. انا موافق، هذا السهر عجبني كتير. هات خدي. عدنان انت بدك تسود وشي مع الزلمة؟ انا اخذ السمير اللي عندك قلت مشان معي غدر، بتقوم بتغدره بالسعر؟ ايه سعره قليل، ما جابت غير 1.5 مليون. ها ايه، امتى قدرتوا سعره؟ ايه شو بيعرفني انتو قديش طلبتوا فيه ولا الزبون شو دفع؟ خلص فهمت، مو مشكلة. طيب ماشي، خلينا نخلص بقى. منيح. ايه بس لا تخلي سمير يلحق المعاملة من مكان لمكان. استنى شوي لأسأله، في مجال يوم التنين تخلص إجراءات البيع؟ وافق بس بتلحقوا تساوي الإجراءات؟ ايه اكيد نحن نسويهم. نيش معناها يوم التنين. مع السلامة، سلم لي كتير على شهري. نيش ما غلطت معه. ليه؟ فكرت انه 1.5 مليون سعر قليل، طلع منيش. انا ما بعرف بأسعار السيارات. انت اتفقت معه على السعر؟ ما اتفقت معه، بس هو من كم يوم حكى معي وقال لي اذا سيارة جابت هيك سعر بتبيع. منيح، فكرت انه الشغلة فيها نصب، قلت لحالي بلا ما اكون السبب. طمني، انا مو من النوع اللي بنضحك عليه. انت منيح من كل النواحي، بس فيك عيبة واحدة. شو هي؟ متشائم؟ ايه عندك شوية تشاؤم. بعرف، زمان ما كنت هيك. بكفي بقى، اطلع من هالبواب. واذا طلعت شو رح استفيد؟ ما دقت لك؟ ما بعرف، يمكن دقت لي ويمكن لا. طيب شلون بدك تعرف موبايلك مسكر؟ مظبوط؟ من زمان كنت اسمع بالانترنت بس ما كنت عارف شو هو، بعدين اكتشفت انه بيفيدني بشغلي، فصرت ادخل عليه كل يوم واخذ منه اللي بدي اياه. الانترنت عالم كبير، بتعرف من خلاله شو عم بيصير بالدنيا. مزبوط. انا بفوت على الانترنت بس بالقهوه. خلاص بكره بشتري لك واحد مثل هذا. شكرا لك، ما بدي. ليش؟ مستحيل اخذ منك شيء. بعدين ما بعرف شو وضعي وشو رح يصير فيني. شو قصدي؟ شو رح يصير فيكي؟ ولا شيء. خلاص بقى احكي لي، لا تشغلي بالي. ما في شيء. لسه ما فتحت الصفحة؟ بلا فتحت. قدرنا الحرارة 24 تحت الصفر، الجو تلج. يا حرام، امي اكيد بتكون بردت كتير بهداك البيت. بيت مين؟ ببيت ميار، بيت يلي بقدرنا. ليش امي شو لا شغلني؟ قصة طويلة، لا تشغل بالك. طيب وانت شبكي؟ ولا شي. دينا أمانة قليلي، بقدر ساعدك بشي؟ يعني مثل شو؟ لا تخافي، ما قصدت إني ساعدك ماديا،
مساعدة معنوية. أنا لما بكون معي بكون كثير مبسوط، ولما بحكي لك اللي بقلبي برتاح. إذا أنت مثلي احكي لي اللي بقلبي رح ترتاح. يلا احكي لي شو صاير؟ القصة تأخرت كثير بالفاقة لهيك ما رحت على المعهد. طالعة شي؟ بجوز اطلع بعد شوي. أنت الليلة مناوي؟ إيه أنا رح ضل مناوب لبكرة المساء. حبيبتي قومي احملي حالك وروحي على بيتي. نامي هونيك. ليش؟ هيك أحسن وأريح لراسك. بجوز أخوك يجي. وشو يعني؟ ما بفتح له باب البيت. أخوك واحد مجنون بيكسر الباب وبيفوت. مستحيل يقدر يكسره لأنه باب البيت سميك. طيب ليش ما بتروحي لعندي على البيت؟ صراحة وقت ما بتكون ما بحب روح، ما بحب أقعد لحالي، مل إذا ما أنا كونيك. يا عمري أنتي، بس أنا خايف أخوك يعمل لك شيء أو يضايقك. لا تخاف علي، بطلع من خرجه، بعدين شو ما عمل ما بقى تفرق معي. طيب، ديري بالك على حالك. لا تخاف، بكرة بدنا نروح لعند أهلك؟ محتار شو بدنا ناخذ له هدية. وأنا كمان، اليوم بروح على السوق وبشوف. طيب، حبيبتي ديري بالك على حالك، إيه؟ ولا تسكري الموبايل مشان كل شوي اطمن عليكي. خلص حبيبي ما تخاف، كل شوي رح دقلك لتطمن علي. ليكي سجلي عندك رقم النجدة وخليه بجيبة بنطلونك. بجوز يلزمك. ما بدي هالقد، خلصنا بقى. حبيبتي بترجاكي ديري بالك على حالك منيح. خلص حبيبي خلص، رح دير بالي على حالي. عرفت هلا شو بني؟ ايه عرفت. الله يعينك، شغلتك صعبة، موضوع ماله سهل. مع انه ما دخلني بس هذا هو نصيبي، يعني شو ما قلت له ما رح يصدقني. شو رح يكون نصيبي؟ اكيد ميار بيك هالمرة رح يقلعني من البيت. ليش؟ فكر انه انا اللي ساعدت ايطاليا بتهريب الصبي، يعني بدي حاول ارجع على السكن الجامعي. اذا كان الموضوع هيك سهلة لا تاكلي هم. شلون سهلة؟ تركت السكن بارادتي، ما رح يقبلوا يرجعوني. خلص قلت لك انه محلولة، بس اشري باصبعك وشوفي كيف رح ترجعي. عندي واسطة قوية، لا تشغلي بالي كله بينحل. هيك لكان طلع عندك واسطة قوية. الحمد لله انا عندي كتير رفقات ومعارف ممكن اعتمد عليهم، ويا ما بزماني خادمهم بقى اجا دورهم ليخدموني بهالشغلة. انا كتير متضايقة. معقولة؟ معقول ميار بيك يصدق اني ما ساعدت عليا؟ ما رح يصدق، لا تأملي. عم بشتاق لليش كتير، اول مرة بحب ولد لهالدرجة. روحي زوري عليا، بتشغل دار الازياء بتتسلي وبتغير جو هني. يا حرام امه طار عقله من الفرحة لما شافته. تعرف شو كان يضل يقول لي انا بحبك كثير. صحيح انت هلا شو قلت؟ شو قلت؟ قلت انه طار عقله. انا هيك قلت؟ شو عرفك انه طار عقله من الفرحة؟ معناها كنت موجود لما التقيت بابنه. انت الك يد بهالموضوع؟ اذا مالك يد مين اللي خبرك؟ لا ما دخلني. معقول تكون؟ لا مستحيل مو ممكن. اسمعي لقلك، من يوم ما عرفتك ما كذبت عليك، من اليوم ورايح ما رح اكذب لانك مهمه بالنسبه لي. ايه دخلني. شو؟ انا خططت لموضوع خطف الولاد من اوله لاخره وبايدي سلمت ليس امه. كنت بدي اخذ راما كمان بس الموضوع طلع من ايدي. ما عم صدق. ليش ما عم تصدق؟ انا سويت اللي كان لازم ساويه، وصلت طفل صغير لحضن امه. لو شفتي لقاء والله ببكي الحجر. لا تفكري اني شخص ندل لاني عملت هيك، بس قلبي ما بيتحمل يشوف حدا مظلوم. ميار حرق قلبه على شوفتهم، انت بتعرفي هالشي؟ معناها مشان هيك اجيت وتعرفت علي، ولهيك كنت عم تسأل عن اخبار ميار، ميار لوين رايح وشو عم بيساوي مشان تعرف شو عم بيصير، ما هيك؟ والله العظيم انت عم تظلميني، مو مثل مالك مفكرة. ما عم صدق. انت اكثر وحدة صدقت معها، بشو بدي احلف لك انه علاقتي فيكي ما خاصة بأي شيء تاني، ماني انسان حقير وتافه لأستغلة، انت أهم شيء بحياتي كلها. عن جد انت واحد بتخوف. شان الله لا تمشي، اسمعيني شوي. خلص تركني. دينا بحلف لك اني صادق معك وما خدعتك، انا حبيتك من كل قلبي ولهالشي تقربت منك.
أنا وحدي هدي. استني شوي. بحبك. والله العظيم بحبك كثير. أكثر من روحي. مبسوط حبيبي؟ مبسوط. المي باردة شي؟ لا المي دافية كثير. بعرف إن المي دافية كثير. حبيبي ما رح تطلع من المي؟ ما رح أطلع. ماما هي المي صحية؟ إيه ماما صحية. شو يعني صحية؟ يعني بتنفع الجسم وبتفيد صحة الإنسان. يعني أنا اليوم رح صير كثير منيح. رح تصحكي لي إيه؟ فرجيكي كيف بختص؟ أي يلا فرجيني. شفتيني؟ برافو عليك، هي أنا ما بعرف أعملها. خلص بكرة بعلمك. معي هالخبر اللي كاتبينه هون. واحد خطف شنتاية وحدة مرة وهرب فيها. الدنيا ما بقى فيها أمان، والله صرنا بآخر زمان. فعلا معك حق. لازم الشرطة تلاقي حل لهالشي. أنا كتير بخاف من هيك قصص. تعرف إنه جارتنا سرقوا لها شنتايتها وضلت تركض وراهم شي 200 متر. يا حرام أخذوا لها كل مصرياتها. والله يا بنتي لازم تديري بالك على حالك منيح. اصلا انا ما بحطهم بشنتايتي، بحطهم بجيبة البنطلون وبعدها بطلع من البيت. شو بدي ساوي؟ هيك أحسن شي. خلصت. شوفوا معلم نازي حلو كتير ما هيك؟ عن جد كتير حلو. ايه طبعا، مش عليا هي اللي استغلته؟ ذوقها كتير حلو. يلا دغري روحي على الالفستان عسى ما يجعلك. منيح ذكرتيني، راح احكي مع عليا، اشتقت لها. اذا كانوا بياعين لا تدخليهم لهون. مستحيل فوتهم، هدول بيجيبوا شغلات بلا طعمه وبيغشوا الواحد. معلم نازي مرحبا. كيفكم؟ طمنيني عنكم. كثير منيح، انا وليش كثير مبسوطين. الحمد لله كثير فرحتيني. انبسطوا قد ما فيكم. كيف المسابح ظريفه؟ ظريفه، تاخذ العقل. لا تفوتي هالفرصه من ايدك. اسبحوا قد ما فيكم، لانه ميه هي المسابح شافيه ومفيده. ليش ما عم بيطلع من المسبح؟ ليش بيعرف يسبح؟ ايه بيعرف يسبح وبيعرف يغطس كمان وبيعلمني. داري مو قليل. عيدي شو هيلا امانه تبوسي. ليش بدي كان يقعد؟ مشان ما تضلي واقفة بعدين بيجعوكي رجليكي. تكرم عينك وشكرا كثير على هالتليفون. يعني معقولة ما اطمن عليك؟ بعدين انت شو دخلك فيني؟ مزبوط، طيب ما دخلني فيكي. يلا بخاطري، مع السلامة. اهلا وسهلا سهيلة، كيفك؟ ماشي حالي، ما كتير منيحة. لا ما شاء الله انت منيحة. خير ان شاء الله، وشك ولا ضو القمر؟ شو قصدك بهالحكي؟ أمر شو؟ ما قصدي شيء، قلتها هيك. عادي. شبكن انتو الاثنين؟ ليه بدكن يعني اقعد؟ لتكونوا عم تخططوا لشي شغلة؟ الله يمضي هالنهار على خير وما بدنا شي. بدي ضلني واقفة هيك احسن. ايه تصطفلي اذا بدك وقفي للصبح. كنيستك كتير حلوة، منين اشتريتيها؟ شو دخلك؟ غيراني ما هيك؟ وليش لحتى غار منك؟ قلت انها حلوة. ليش عم تقوليلي انها حلوة؟ معلم ناجي، اجيت لأسألك سؤال عن ناجي. تفضلي اسألي. عليا، شو بدي ليه عم تراقبني؟ الله يجيبك يا طولة البال. يعني ليش الست عليا بدها تراقبك؟ عم تراقبني، انت شو بفهمك؟ هي جوا ما هيك؟ قعدي ورا مكتبها. لا حبيبتي، الست عليا نازلة بأحلى منتزع باسطنبول. عم ترفع عن نفسها. تعرف تكذب منيح. مين؟ عليا يعني مين بده يكون غيرها؟ معلم ناجي، وصل لها الكلمتين، فهمت ترد رجالة عني، لأن بحياتها ما رح تقدر تورطني بأي شيء. حاضر، حاضر بنتي رح خبرها. وإلا بشرب شيء ما بيعجبها منوم. يلا بخاطركم. يا حرام هي طاير عقلها على الخالص، شفت كيف عم تحكي مثل المجانين؟ حرام بنتي، هي مريضة، الله يكون بعونها. Thank you.
أنا بدي أكلك يا كمال. شو هاي تيتا؟ رجع البرتقانة. ليش عملت البرتقانة هيك؟ هاد مو شي ابني، جدك ترك الدخان من ورا هالقصص، هو كان يشعل السيجارة من هون وهي كانت تاخذ له السيجارة من هون وتحطها بتم البردقانة وطول السهرة البردقانة عم تدخن. اي بس والله البردقانة كانت تسليني طول السهرة، وامك كانت تضحك كتير، بس هلا ما بقى تشوف هالمنظر بيعجبها وبيضحك. لا ماما مو مشان هيك، بس على دورنا ما كان البردقان غالي مثل هلا. منين غالي؟ البردقان ب 15 ليرة، لكان لنقتصد كل واحد ياكل حز، خدي من ايدي. خد كلها ما تخلي لها شي. حبيبي كل هاي من ايدي. صحة. صحيح تيتا، هاي اخر ليلة، بقى لازم تدلليني وتبسطيني كتير. ايه انا طول الوقت عم ادللك لانه بيلبق لك. اجازته لكمال خلصت فؤاد، شو رأيكم نطلع لعنده على بورصة؟ موافق، ليش لا؟ منبسط فيكم كتير ومنا بشوف ليش مشتاق له. والله هالفكرة بتاخد العقل، فتحتوا لي نفسي على الاكل بهالخبرية. مقاس البنطلون كتير ضابط عليه. ما بتسمحي لي حط بابيونة؟ اي حطه، ليش لا؟ انا اليوم بدي ادفع حساب العشاء. عن جد؟ ورح اوسع الاكل كمان. موافقة، بس شو رح تعشينا؟ بطاطا بالرز ورح تعملي كبوزة. طب شو ما رح تطلب اليوم على العشاء رح اكل منه. دخيلة طالع شخصية. يا ترى راما بتكون تعشت ولا لسه؟ اكيد بتكون اكلت، لا تشغل بالك. انت جاهزة ماما؟ انا جاهزة. خلينا نمشي. يلا تعال. ميار؟ رابا لسه نايمة؟ شو رأيك فيها؟ أنا نمت كتير. لا خليها نايمة بلا ما تقوم هلا وتزعجك، تركيها مرتاحة. إذا تركتها رح تفيق بنص الليل وتسهرنا للصبح. معلش، إذا فايت بالليل أنا بسهر معها. حبيبي أنت لوين رايح بهالوقت؟ طلعت من غير ما تقول شي. عندي شغل. شغل شو؟ بعدين بالليل. اوعى تروح وتتهور. كيف يعني بدي أتهور؟ أنا ماني ولد صغير، أنا عالي براسي وبعرف شو ساوي. عم سوق السيارة، قلي لوين رايح. طيب لا تحكي، انت صاير عم تخبي عني كل شي. انا ما عم خبي عنك شي، رايح شوف ليس شوي. طيب رح تطول؟ لا كتير مالي، لا تطول علي. ماشي بحاول، يلا انا رح سكر. وبعدين معه والله رح اجن. شو هالحالة هاي؟ أنا ما عم صدق، خلانا نترك بيتنا الكبير مشانه ونقعد هون بالأوتيل. شو لساتك هون؟ أنا هلأ ماشي. شو مالك بردان هون؟ لا ما في هداك البرد. الحرارة درستين وبتقول ما في برد؟ كيف قدران تتحمل هالبرد؟ ما عم بعرف. وانتي فيك تقاومي، اللي طور نفسه فترة قصيرة كتير معناها قوي وعنده قدرة على المواجهة. ومين اللي خلاني؟ دكتور مو متشائم بنوم. اللي صار معه خلاه يتشائم. لا انت مزودة. الحياة صايرة بالنسبة لي ما لها داعي. ليش؟ ما بعرف، عم فكر هاجر من هون. لوين؟ نيجيريا، زيمبابوي، افغانستان، يعني لما كان ساعد فيه المحتاجين. اذا كان الواحد بده مين يساعده فكيف ممكن يساعد غيره؟ بعدين ما بلاقي حلوة انك تهرب من مشاكله وعن طريق المساعدة. ليش؟ حلو كتير انك تروح تساعد الناس المحتاجين، بس انت مو لهيك رايح، رايح لحتى تهرب من مشاكلك مع نفسك. بعدين لما بيكون وضعك طبيعي ومرتاح وين ما كنت فيك تساعد الناس. في عنا ناس بحاجة للمساعدة اكتر من هيك. هون صعب العيشة على قدها، راتب مو زيادة والحالة النفسية تعبانة. وانت قلتها قليلة تلاقي موظف هون راتبه فوق 10,000. الناس اللي هون اكتر ناس بدهم مساعدة، وين ما رحت بتلاقي ناس محتاجة ومو ملاقية طاقتها. انا بطلت سافر. ارتحتي هلا؟ ارتحت كثير، تاري كلامي له صحة كبيرة عليك. بدك شي انا رايح على البيت. خلينا قاعدين عم نحكي. حكينا بما فيه الكفاية،
إذا حضرتك مو ناوي ترتاح تصطفل، بس أنا تعبانة. إذا بضل معك منضل عم نحكي للصبح وما بيخلص الحكي. يلا سلام. اهلا وسهلا، كيف تذكرتنا؟ هاي شو جبل هون؟ دينا جابتها معا؟ منيح. تعرف؟ انت واحد ما عندك ضمير، ولا في بقلبك ذرة رحمة. معك حق، ما في بقلبي ذرة رحمة. شو بدك تعمل أكثر من هيك؟ لك انت ما عندك شيء اسمه إنسانية. يا ريت ما تحكيني على الإنسانية. خبص ابني شيء إنساني بنظرك؟ وشيء إنساني إنك تحرم أم من شوفة ولادها؟ عليا لوين أخذت ابني؟ ها؟ لوين أخذته؟ ردي علي عم أسألك لوين؟ على بيت خالف فؤاد ما هيك؟ بعرف، توقعت هذا الشيء. كون متأكد إني ما رح خبرك وين. رح على أيون ووقتها بعرف شغلي معها. اي بعرف، مو بعيد عنك اي شيء. اريج يلا ضرب، ضربتني قبل بمرة. يلا شو عم تستنى؟ ما انت من زمان نسيت اني اختك. انت ليش هيك صرت قاسي؟ Ooh.
دينا. دينا بيكفي بقى. أحسن شي عملتوه إنكم إجيتوا، هي أحلى مفاجأة بالنسبة إلي. هي فكرة أمي مو فكرتنا، هي اللي اقترحت علينا إنه نجي لهون. رح تضل معنا للمسا مو هيك؟ ما رح ضل معكم لأنه يوم التنين بتبلش امتحاناتي. شو يعني بتدرس هون؟ بس جامعتي هونيك. أما كمان لا تروح. شايف يا كمال؟ ليس بحبك كثير. أنا كمان كنت بحبه كثير. صحيح ما قلتي لي، طلعتي أنت وليس مشاوير؟ طبعا من ربيع الجو هون بياخد العقل ورح نرجع نجي مو هيك حبيبي؟ خلي اسرى مبارح ماما اخدتني على النبعة وكان في كتير بطونيك، رحت اشتريت لهم اكل وطعميتهم. اكيد بيكون البطاط فرحوا لما طعميتهم بايديك الحلوين هدول. اما كمان قوم العب معي بالطابق. بتكملوا فطوركم بعدين بتقوموا بتلعبوا. ما عاد بدي اكل، شبعت. اللي وين الملعب؟ هون بقفل مطعم في ملعب، بس دير بالك علي. لا تشغلي بالك انت، يلا قوم نروح نلعب. شو رأيك فؤاد نضل هون لبين ما أولاد؟ والله الجو كتير كتير عاجبني، كتير مرتاحة. طيب حبيبتي خليكي معليا، وأنا ومرت عمي منروح على البيت. إن طولي لحتى تولدي، ونحن عنا شغل مو هيك حبيبة قلبي؟ إيه في عنا شغل، عم دقل المشغل باليوم 3 مرات ومع هالشي ماني مطمنة. يلا بابا، روحي فرشي أسنانك منيح، ماشي؟ ما بدي فرشي أسناني. بعدين بزعل منك. طيب معجون اسناني مو معي. استعملي المعجون تبعنا، بس لأطلع بشتري لك معجون. يلا لا. يلا بسرعة، بدي اخدك مشوار كتير حلو، بس اذا ما فرشيتيون ما راح اخدك. لوين بدك تاخدني؟ على قدرنا. على قدرنا لبيت تيتا جيهان الخالي فاطمة. يا يلا بسرعة اركدي. راح حاسب الفندق بس اطلع. انت لا تطولي بالقعدة هون، روحي على البيت. وبلكي امك حابة تقعد كم يوم بقدرنا. بلا ما تبقى، ما في داعي، انا اصلا رايح لهونيك بس مشان طيب خاطرة. وبلكي ما قبلت ترجع معك. ايه مجبورة ترجع، شو بدها تعمل لحالها بقدرنا؟ انا بقدر اقنعها بعدين بس تشوف راما بترجع. يعني هلأ رح نرجع لبيتنا؟ ما عاد ننتقل منه؟ ما بعرف، بعدين بشوف. يلا راما. تعي بابا خليني اشوف اسنانك. برافو عليكي يا أميرتي الحلوة، شوفي خالته ليلى قديش أسنانها بيض. برافو. يلا لشوف، هاتي جاكيتك مشان نمشي. ليلى لا تعملي شي على العشاء ماشي؟ المساء بنطلع بنتعشى برا، إلنا زمان ما طلعنا مشوار. طيب مثل ما بدك. ما بدك تبوسيني؟ يلا بابا. يلا روح وترجع بالسلامة، شو على مهلك. ماشي. ألو ماما. لا مالي بالبيت، نحن قاعدين بالأوتيل. هيك صار، بعدين فهمتي. لا ما عم ببكي. ليش بدي ابكي؟ ايه عم ببكي، ماما انا كتير متضايقة. شو ليس بايدك مبسوط كتير بهالقعدة؟ لا يا جماعة صار لازم ودعكم، بدي روح مع انه قلبي معكم. ونحن كمان كمان إذا بدك امشي لوصلك سيارتي. ما في داعي، بطلع من هون دغري على الجامعة. ضلوا هون للمساء، هالمكان بالليل حلو. بس توصل طمني ابني، ما تعمل مثل هديك المرة لما رحت ونسيت تتصل، بيطير عقلي إذا ما طمنتني.
ماشي ماما راح اتصل، بس انت ديري بالك على اخي ماشي. خلصنا بقى من هالتوديع على معدتي، وين مسافر على الهند؟ الله يكون معك حبيبي. الله معك. شكرا لك سالتو عليا. خاطرك عمو، دير بالك على حالك. مثل ما قالت تيتا، شو مسافر على الهند؟ وليش بوصل حبيبي؟ لا تنسى تتصل، اول ما بتوصل بتتصل بامك. ماشي خاطركم. بقسم الهضمية قايمة القيامة. ليش؟ مرافقة جايبة معها كبة مقلية، ووحدة من المرضى راسها وقال سيف بدها تاكل من الكبة، قامت هديك دوقتها. المريضة تخربت وضعها ودغري فوتوها على الإسعاف. يعني من الكبة صار فيها هيك؟ على الأغلب بتكون أكلت وكترت. بلا هالفوضى دكتور نوح، هلأ بناكل كلياتنا سوا. بس هالقطعة كل الحق على هالمشفى، لازم ما يفوتوا الأكل لأنه في أكل للمرضى. تذكروا لما مرة باجتماع الأطباء جابوا كبة؟ أنا أصغر منكن وما بتذكر هيك حادثة. لا نبعتك على المدرسة نوح. والله نحن ما بنفرع على المتخلفين شي، مثلنا مثلن. بتول ما شفتي سمير؟ ليش ما عيطتي عليه؟ هذا الدكتور سمير بيتصرف براحته. يعني الشغلة خيار وفقوس ما هيك؟ مرحبا يا جماعة. أهلين. وبرد كمان. شو كنت عم تعملي جولة؟ كيف ليلتي امبارح، كنتوا مرتاحين؟ أنا مرتاحين والله. ليتنا أنا ومروان. يوم الجمعة بيكون في كتير شغل، أصعب يوم بالأسبوع، حوادث، مشاكل، ضرب بالسكاكين. ضرب، اغتصاب، تهديد، هجوم، سرقات، قتل. لسا الليلة على قلعن. منيح الليلة ماني مناوب. كم ساعة لك واقف على رجليك؟ أنا كثير منيح طمني. يلا بخاطركم. ما بيصير دكتور سمير، لازم تاكل شيء، من امبارح وانت على لحم بطنك. مروان قل له لسمير خليه يروح على البيت بكير، حاجته. كثير رح يرد علي. اليوم جايك ضيوف، شوفي في شخصين جايين لعندك، واحد منهم طويل. طلعي فيني جيهان، بجوز هذا ميار جاي ياخدك على البيت. اسمعيني منيح اختي، اذا كنتي ضايجة مني احكي هلا بقوم بروح. حرام والله حرام، والله لو بشعلك اصابيعي العشرة ما بيعجبك، حتى الفال بتعملي له ايدين ورجلين. ايه الله يساعدني عليكي. لا تردي علي اختي، والله ما عم بعرف شو عم بحكي. يلا انتي كملي. حبيبتي روحي شوفي لك شي دكتور عصبية، عم بحكي جد، التعصيب الزايد بيضر الفكر كتير، لانه انت كل شوي بتعصبي. ليش بدي شوف دكتور؟ ولا خلص قرب اجل شوي تاني رح موت. اسكتي، شو جاب سيرة الموت؟ اختي اسمعيني شوي، في دكاترة مختصين بهالامور هاي، واكيد بيقدروا يحل مشكلتك، او بيعطوكي مهدئ على القليل بتنامي. مرحبا يا جماعة. ميار، شو هالمفاجأة الحلوة هاي، اهلا وسهلا فيك. اخيرا تذكرت انه عندك خالة؟ والله حقك علي حبيبة قلبي هون. اصلا انا جاي وخجلان منك. داي حبيبي. المهم انك اجيت. يعني ما هي يا روحي انتي، اشتقت لك كتير يا عمري حبيبتي. ستك اشتقت لك كتير. ايه شو نعمل الليلة؟ نتعشى بالمطعم وبعدين نطلع لاسطنبول ولا شو؟ لا حبيبي ليش، لحتى نضل للمساء، ما منيح السفر بالليل، ما بتعرف يمكن يتغير الجو. كمان هذا رأيي فؤاد، خلينا نتيسر على ضوء، قعدنا واكلنا وانبسطنا. ونحن امتى بدنا نروح ماما؟ الظاهر انك مليت، بتحب نروح؟ لا خلينا نضل هون على طول، هون احسن. انتي لأمتى بدك تضلي هون؟ رح ضل كمان شي يومين ثلاثة. صراحة الجو هون بيريح كتير، لا صوت ولا ضجة وكله خضار. معك حق. حكيت مع المعلم ناجي، أخذت منه إذن مشان ضل كم يوم. منيحي عملتي هيك عالية، خليكي كمان كم يوم، ريحي حالك شوي، وروحي على مغارة الحمامات اسأليها لماما لما راحت. يعني معقولة اجي لهون وفوت على حالي هيك فرصة؟ ابني تعرف شي محل أجبان؟ ليش بقى؟ مشان تشتري جبنة فؤاد، امي بس تقرب من الضيعة بتحب تشتري من هني، قال كل شي عندهم تازة وطبيعي وطيب كتير. ايه والله مشانك بدي اشتري لبنة وجبنة، هيك بتاكليها تازة واصلية. معك حق ماما، معك حق. اجبان والبان هالنواحي معروفة كتير. طبعا ما بيعجبك العجب.
عليا خلي موبايلك مفتوح. ايه اكيد خالي، لا تشغل بالك. لا تخاف عليها فؤاد، المكان كتير امن، يعني ما في شي بيخوف. الواحد لازم ياخذ احتياطاته. صحيح كلامك. الحلقة الجاية بشو بدي احلف لك انه علاقتي فيكي ما خاصة بأي شي تاني.